أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون حق وما الله يريد
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله